الموسم كله كان وحش، ولازم الزمالك يتدارك هذا الاسلوب في اي موسم قادم. كره القدم ما بتنتهيش ولا في بطوله بتنتهي، ليه الناس شايفه ان البطوله السنه دي اخر بطوله وهيموتوا نفسهم وهيقطعوا في نفسهم. انا خسرت السنه دي، ومبروك للي كسب النادي الاهلي، ومبروك للمقاصه عمل سيزون رائع، ومبروك للمصري عمل سيزون رائع. كل دي فرق عملت مواسم رائعه، ومبروك التحول اللي حصل للاتحاد انه بقى فريق، بس كان موسم سيء للزمالك لن يتكرر، لان مش هنكرر اخطائنا اللي وقعنا فيها. عادي، مش لازم نكون عندنا جلد قوي للذات اللي الناس بتفكر تأدي بيه، خلينا نكون واقعيين. عملنا موسم سيء، المركز اللي بنلعب عليه هذا ما نستحقه، لكن عندنا طموح ان احنا نعدل من نفسنا، نلعب على بطولة الكاس، نلعب على بطولة افريقيا، نلعب على بطولة العرب، ونجدد نفسنا في الدوري السنة الجاية. كابتن، كلام دايما عن النجوم، انه الزمالك فيه مليان نجوم، في شيناوي واحد من افضل الاجوان، علي جبر دولي، طارق حامد، ايمن حفني، باسم مرسي، شيكابالا، اسامي كتير قوي، ازاي ما ياخدوش بطولات او ما ينافسوش حتى على ده؟ هم يتحملوا المسؤوليه ولا لا؟ هم ما يتحملوش مسؤوليه، لان هم في الاخر لعيبه بيسمعوا الكلام، لكن هم بيلعبوا بطريقه الجزر المنعزله، كل لعيب لوحده، كل لعيب عايش في دنيته. الزمالك ما لعبش بطريقه فرقه، الزمالك لعب بشكل فردي، كل لاعب بيؤدي بشكل فردي. في النتيجه كانت زيرو، المحصله زيرو، لكن الزمالك ما لعبش بشكل جماعي، ما شفتش جمله. يا اخي ده انت حتى في ماتش اتحاد العاصمه بتتعادل بخطا من حارس المرمى، جمله، ثلاثه اربعه بيعملوا جمله وبيجيبوا جون.